الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ثلاث خصال تتميز بها حياة الشهيد. فأولا الشهداء يرزقون، واستخدام كلمة يرزقون في هذه الآية إشارة إلى أبرز مظاهر الحياة المألوفة. الشهيد يرزق كما يرزق الحي، وليس ميتا كسائر الأموات. ثانيا من خصائص الحياة الفرح والاستبشار. والشهيد تتميز حياته بهاتين الظاهرتين أيضا. فالشهداء يرزقون وفرحين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ثلاث ظواهر حياتية تتميز بها حياة الشهداء: الارتزاق، الفرح، الاستبشار. أما الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتضيف على هذه الظواهر أشياء أخر أسمى وأبين لحياة الشهيد. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الأعمال التي يقوم بها مختلف الناس يمكن أن تضيع، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تفنى وأن تنتهي بدون ثمرة، ولكن عمل الشهيد المحفظ بالدم لا يمكن أن يضل ولا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن يفنى بدون ثمرة. عمل الشهيد يثمر، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذه البشارة الأولى لكافة الشهداء أن أعمالهم ستتفاعل مع الحياة وتثمر ولا تفنى ولا تبور. ثانيا سيهديهم، كلمة الهداية هو الإرشاد، هو التوجيه إلى الأصلح، هو التوجيه إلى الأفضل. الإنسان العامل المتحرك يمكن أن يهدى، يمكن أن يوجه، يمكن أن يعدل خطه إذا كان خطأ، يمكن أن يعدل هدفه إذا كان خطأ. أما الميت فلا عمل له ولا خط حتى يعدل ويصلح أو لا يصلح ويعدل أو لا يعدل. ولكن هذه الآية تقول إن الله يهدي الشهيد لأنه لا زال يواصل المسيرة، لم يتوقف، لم تنتهي مسيرته بمصرعه. سيهديهم ظاهرة أخرى ويصلح بالهم. الله سبحانه وتعالى يصلح مشاكله وارتباطاته وتردداته، فباله يكون صالحا وباله يكون مرتاحا ومريحا. بعد ذلك ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. الله يعرف الجنة للشهيد قبل أن تزهق نفسه وقبل أن تخرج روحه من بدنه. يرى الجنان
التي هيأها الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الجملة العادية، الكلام الذي يصدر من الله ليس كالكلام الذي يصدر من إنسان إلى إنسان. أنا أو أي إنسان يمكن أن يطلب معونة أخيه، ويمكن أن يطلب نجدة صديقه ومساعدة قريبه، ولكن الله فوق البشر، فوق الفوق، فوق كل التصورات، والقدرة المطلقة التي انبثقت عن كافة القدرات. فهو لا يحتاج إلى معونة، لا يحتاج إلى مساعدة، لا يحتاج إلى نجدة، ولكنه تكريما لمقام الشهداء كأنما يحاول أن يرفعهم إلى ذلك المستوى الرفيع، فيطلب النصرة منهم ويعدهم النصرة بالمقابل، فيقول: إن تنصروا الله ينصركم. وكأنما الله سبحانه وتعالى رفع الشهيد إلى أعلى درجات يمكن أن يتطورها الإنسان، فيجعل الشهداء معه في مرحلة النصرة سواء، فيقول: إن نصرتموني أنصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا أكبر تكريم للشهداء، أكبر تصعيد لمستوى الشهيد، أن يحافظه الله بمثل هذا التعبير العظيم العظيم جدا. هذا بالنسبة إلى القتيل، أي قتيل في سبيل الله، لأن الآية تقول: والذين قتلوا في سبيل الله، ولا يقول: والذين جاهدوا في سبيل الله، ولا يقول: والذين استشهدوا. أي قتيل في سبيل الله له هذا المستوى الرفيع، فكيف بالمجاهد في سبيل الله؟ فكيف بالشهيد في سبيل الله؟ درجة المجاهد أعلى من درجة مجرد قتيل، ودرجة الشهيد أعلى من درجة مجرد قتيل. فإذا كانت هذه درجات القتلى في سبيل الله، فكيف إذن يكون درجات المجاهدين في سبيل الله؟ وكيف إذن يكون درجات الشهداء في سبيل الله؟ هذا المستوى الرفيع بالنسبة إلى أي قتيل في سبيل الله. وسبيل الله كل هدف ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، كل عمل يريده الله، كل عمل أراد الله أن يتحقق في هذه الحياة فهو سبيل الله. خدمة الإنسان لعائلته سبيل من سبل الله، نصيحة الإنسان إلى أخيه سبيل من سبل الله، كل عمل حدده الله في هذه الحياة سبيل إلى الله. فإذا مات الإنسان في هذا العمل اعتبر ميتا أو قتيلا في سبيل الله، فكيف بالأعمال الكبيرة؟ فكيف بالأهداف العليا التي ضحى الأنبياء والأوصياء جميعا من أجلها؟ تلك الأهداف التي استرخص أعلى قمم البشرية حياتهم في سبيلها، كيف إذن بتلك الأهداف؟ هذه الأهداف لها حساب آخر، والشهداء والمجاهدون
في سبيلها لهم حساب آخر، كما قلنا في ذكرى سابقة. كل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان في هذه الحياة مهما كان هذا العمل، هذا العمل يأخذ درجة من سلم التصاعد بالنسبة إلى الخير. لكل عمل مستوى معين، هذا العمل يقف في الدرجة الأولى، العمل الثاني يقف في الدرجة الثانية، العمل الثالث يقف في الدرجة الثالثة. ولكن هنالك عمل فوق كل الأعمال، وهو القتل في سبيل الله. القتل في سبيل الله، التضحية بالدم، فوق كل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. الإنسان قد يعطي من جهده، هذا العطاء من الجهد نوع من الجهاد ونوع من التضحية في سبيل الله، ولكنه أدنى الدرجات. قد يعطي الإنسان من حصيلة جهده، يعطي من ماله مثلا، هذا العمل نوع من التضحية في سبيل الله، ولكنه يقف في الدرجة الثانية. أما العطاء من الدم، أما إعطاء الروح، أما الخروج من كل هذه الحياة في سبيل الله، فهو فوق كل الأعمال وفوق كل التضحيات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بر إلا وفوقه بر إلا القتل في سبيل الله، فليس فوقه بر. كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان يتضاءل أمام التضحية بالنفس والدم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا أعلى درجات الكمال. إذن الذين أعطوا أنفسهم في سبيل الله، هؤلاء هم الرعيل الأول الذين تفتح أمامهم لا أبواب الجنة في الآخرة فحسب، وإنما تفتح أمامهم أبواب الحياة في هذه الدنيا، لأن هذا النوع من الناس كما قلنا لا يموتون، لا ينتهون، لا يفنون، وإنما هم موجودون يواصلون مسيرتهم ويواصلون حركتهم ويواصلون تفاعلهم مع الحياة والأحياء. فلذلك هم مستمرون. لماذا مستمرون؟ لأن الإنسان المنتهي، الإنسان الفاني، هو الذي لا يستطيع تحريك الحياة، يتحرك بالحياة. عندما تنحدر الموجة وينحدر السيل من قمة إلى سفح، تجدون على هذا السيار غطاء، قطعا من الخشب، من الورق، من الأشياء التافهة التي ليس لها ثقل وليس لها ارتكاز. هذه الأشياء تطفو على التيار ويحركها التيار كما يريد، وهذه الأشياء ليست لها إرادة توجه التيار، وليست لها إرادة تقي نفسها من حركة التيار. هذه الأشياء التافهة في تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم غطاء، غطاء السيل، الأشياء التافهة التي يعلو على السيل ويتحرك بحركة السيل. الناس أيضا قد يكونون من هذا النوع، الناس قد يطفون، يعظمون على التيار
وعلى السيف، فلا حركة لهم ولا نقص لهم ولا إرادة لهم، وإنما حركتهم ونقصهم وإرادتهم كلها مستمدة من حركة التيار ونقصه. هؤلاء الناس وإن كانوا فوق الأرض، وإن كانوا يتحركون ويمشون ويذهبون ويأكلون وينامون، لكن هؤلاء الناس أموات. لماذا؟ لأنه ليست لهم خصائص الأحياء وليست فيهم إرادة الحياة. أما الإنسان الذي لا يتحرك بحركة التيار، وإنما هو له إرادة مستقلة توجهه أولا وتوجه التيار من ورائه، فهذا الإنسان إنسان حي، سواء كان فوق الأرض أو كان في باطن الأرض على حد سواء. لماذا؟ لأنه يملك خصائص، أو أبرز خصائص الأحياء، وهي الإرادة المتحكمة فيه وفي غيره. فالإنسان إذا فتح قلبه وفتح نفسه وفتح بيته وفتح أسرته وعائلته للشارع، فأصبح الشارع يتحكم في بيته وفي أهله وفي أولاده وفي نفسه وفي قلبه وفي فكره، فهذا الإنسان إنسان ميت يحركه الشارع كما يريد. ولكن الإنسان الذي يوجه الشارع ويسيطر على الشارع، هذا الإنسان حي، سواء أكان في الأحياء ظاهرا أو لم يكن ظاهرا من الأحياء، فهو يمتاز بالحياة الرفيعة العالية. في يوم من أيام صفين جاء جماعة من جيش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام وقالوا: يا أمير المؤمنين، منعنا من الفرات، إن جيش معاوية سيطروا على الفرات ومنعونا من شرب الماء. الإمام نظر إليهم نظرة تحقير، وجه إليهم نظرة عارمة، ثم خاطبهم بقوله: روّوا سيوفكم من الدماء تروّوا من الماء. ماذا يعني الرجل الذي بيده السلاح يمنع من الماء؟ روّوا سيوفكم من الدماء تروّوا من الماء، فالحياة في موتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين. ثم التفت إلى الإمام الحسين وقال: يا حسين، سر بهذه الكتيبة فاضرب الفرات بسنابك الخيل. وكان كما أمر الإمام. ففي هذه الجملة الإمام لخص كل ما يمكنه أن يتكلم المتكلمون حول تصنيف الأحياء، الأحياء الأموات والأموات الأحياء. الحياة في موتكم قاهرين، الإنسان الذي يسيطر على التيار ويوجه التيار ويخضع التيار لإرادته، هذا الإنسان حي، وإن لم يعده الآخرون في الأحياء. أما الإنسان الذي يتحكم فيه التيار ويخضع للتيار فهو ميت كيفما صنفه الآخرون. فالحياة في موتكم قاهرين، الإنسان القاهر وإن كان ميتا فهو حي، والموت في حياتكم مقهورين، الإنسان المقهور
الخاضع الخانع الخاشع لغيره من البشر فهو مجد، وان صنفه الاخرون من الاحياء. هكذا علينا ان نفهم حقيقه الموت، وعلينا ان نفهم حقيقه الحياه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لخدمة دينه وأوليائه، وأن يجعلنا من الذين عملوا التقوى واتبعوا الصادقين، ببركة الصلوات على محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.